صديقة جميلة من سوا الإرادة، تحديات كتير بتقابلها بسبب الإعاقة. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ذراعيها وأحد ساقيها، تحديات كتير بتواجهها لكنها بتقدر تتغلب عليها بقوة إرادتها وعزيمتها وثقتها بنفسها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل المرأة القوية، رفضت الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة والانكسار أمام الإعاقة. صديقتنا الجميلة بسبب هذا استعرضت لي وهي طفلة صغيرة في عمر 3 سنوات، فقدت أحد ساقيها وأحد ذراعيها. إرادة قوية وعزيمة وسرور بتعيش حياتها بساق واحدة وقزوة.